بسم الله الرحمن الرحيم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: يدخل من أمتي 70 ألفا بغير سابقة حساب ولا عذاب، هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. العلماء قالوا مش معنى أنهم لا يرقون ولا يسترقون معناها أن الرقية مكروهة، الرقية الشرعية مكروهة، الرقية الشرعية مستحبة جدا ما فيهاش حاجة، ولكن على ربهم يتوكلون معناها أن هو ما بيعتبرش ما بيعتمدش على الأسباب، لكن بيعتمد على المسبب اللي هو رب العالمين سبحانه وتعالى. لأن في ناس كتير يقول لك انا ما اعتقدش، يبقى مش ينسى ربنا سبحانه وتعالى ويعتمد على الاسباب اكتر. والكي، طب الرسول قال الشفاء في ثلاثه: شرطة محجم او شربة عسل او كي. ولا احب الكي، لا هو بيحب الشكاية عشان التعذيب مش عشان. يبقى اذا لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. مش الرسول قال كده في الحديث؟ فالناس اللي عندها حسن توكل على الله سبحانه وتعالى، لان الانسان اللي ما بيتوكلش صح على ربنا سبحانه وتعالى عنده شبهه شرك بالله، والشرك الخفي اخفى من دبيب النمل، والرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا منه. عشان كده قال لنا قولوا ايه: اللهم اني اعوذ بك من ان اشرك بك شيئا ولا اعلم، واستغفرك لما لا اعلم. فدايما انا بقول الذكر ده، وانا قلت لكم عليه قبل كده، بعد كل صلاه وفي الصبح والليل، عشان اطهر نفسي من الشرك الاصغر اللي هو اخفى من دبيب النمل، كل الناس بتقع فيه. فكتير من الناس او اكتر الناس لما بيجي يعمل اي عمل بيفكر في الاسباب اكتر ما بيفكر في ربنا سبحانه وتعالى، وبيعتمد على الاسباب اكتر، ف بيكون ده فيه خلل في التوكل على الله سبحانه وتعالى. لكن لو احنا احسننا التوكل على الله سبحانه وتعالى هنخش الجنه من غير حساب ولا عذاب. طب نعمل ايه؟ نحاول نستحضر النيه دي قبل اي عمل، بس ده صعب. مش ممكن كل ما تيجي تعمل عمل تروح تشتري طلبات، تذاكر، تتقن عملك، هتقعد تستحضر النيه دي في كل عمل، ان انا باخد بالاسباب لمجرد ان الاسباب دي تكون سبب للوصول للنجاح في العمل. لكن لو ربنا مش عايز العمل يتم، او مش عاوزني اوصل لنتائج العمل، مش هوصل لو اخذت بكل اسباب الدنيا. فمش هقدر استحضر النيه دي في كل صغيره وكبيره، لكن هحاول استحضره. ليه بقول لكم الكلام ده؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: ان الايمان لا يبلى او لا يخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب، فجددوا ايمانكم. فقال رسول الله: كيف نجدد ايماننا؟ قال: قولوا لا اله الا الله. فاحنا محتاجين نجدد الحته دي عشان نكون من الناس اللي هتخش الجنه من غير حساب ولا سابقه عذاب. هما مش 70 ألف بس، ده 70 ألف دول القمم بتاعتهم. فالرسول قالوا: يا رسول الله، الست زدت ربك؟ فقال: استزدته، فاعطاني مع كل ألف 70 ألف، وبعدين اعطاني مع كل واحد 70 ألف. ف يعني اذا في مئات الملايين او ربما مليارات من المسلمين هيخشوا الجنه من غير حساب. وبعض العلماء قالوا تلت الامه، والله اعلم، ممكن يكون مجرد اجتهاد. فمن ضمن الاعمال الكتيره اللي ممكن تدخلنا الجنه من غير حساب ولا عذاب، اهمها حسن التوكل على الله. حسن التوكل على الله يحتاج اخلاص نيه، وان انا كل ما اجي اعمل عمل، بس ده شيء صعب. طب ليه صعب؟ لان سيدنا يوسف نفسه، سيدنا عبد الله بن عباس في تفسير آية الله سبحانه وتعالى، لما قال للراجل الذي ظن أنه سيخرج من السجن: اذكرني عند، فقال له وقال للذي ظن أنه ناجي منهما: اذكرني عند ربك. فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. عبد الله بن عباس قال إيه؟ قال إن سيدنا يوسف عليه السلام فانساه الشيطان ذكر ربه، اي فانسى الشيطان يوسف عليه السلام ذكر ربه عند تذكير هذا الرجل، لما قال له اذكرني عند الملك ان انا مظلوم وقاعد في السجن والمظلوم، عشان يعرف حكايتي ويطلعني من السجن. الف يوسف عليه السلام اعتمد على الراجل ده ونسى ربنا شويه، فلبث في السجن بضع سنين. يبقى فلبث يوسف في السجن لانه ايه؟ انساه الشيطان ذكر ربه. يبقى قال ان هي الكلام ده عايد على يوسف مش عايد على الراجل. يبقى في روايه قال عايد على الراجل، وفي روايه ثانيه عايد على يوسف. يبقى اذا كلنا نقع في هذا. اذا كان سيدنا يوسف عليه السلام اعتمد على الراجل ده قوي اكتر ما اعتمد على ربنا سبحانه وتعالى. وجاء في كتب اهل الكتاب لما سيدنا يعقوب كان بيصلي، فسرح شويه مع ابنه يوسف، كان له خطيط في النوم، كان بيحب يوسف جدا عليه السلام، فسرح بقلبه شويه مع يوسف، وزي ما يكون ايه يعني ساعه عن ربنا شويه. فقال رب العالمين سبحانه وتعالى لملائكته: انظروا الى صفي يعقوب تركني ونظر الى ابنه يوسف، وعزتي وجلالي لأفرقن بينهما 80 عاما. فالكلام ده بيوافق
الحديث الصحيح اللي رواه اللي ذكره جمهور العلماء عن عبد الله بن عباس في تفسير كلام سيدنا يوسف. فاذا كان الانبياء معرضون لها، كان الانبياء معرضين لهذا، فما بالكم بالبشر العاديين زينا احنا. فاحنا محتاجين نجدد ايماننا او نجدد او نحسن توكلنا كل يوم على ربنا سبحانه وتعالى. انا كنت قلت لكم قبل كده كل يوم مع الصبح قولوا استحضروا ان كل عمل بتعمله لله، مروحك لشغلك، دخولك الحمام، دخولك من البيت، كل جنيه بتصرفه قول، قلت لكم استحضر قول في اذكار الصباح ان كل عمل بعمله لله، حتى امساك عن الشر عمله لله عشان ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك بكل عمل. حتى سيدنا ابو عازب بن جبل وعبد الله بن عباس يقول اني احتسب نومتي لله كما احتسب يقظتي او صلاتي لله. انا بنام بالليل عشان اصحى اصلي قيام الليل فاخد اجر على نومي، لان قلت لكم قولوا كل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. فزي ما بقى بتعمل كده برضو قول يا رب كل عمل بعمله الصبح، كل عمل بعمله وباخد بالاسباب انا عارف انه مش هيتم الا لو انت وفقتني وكان مكتوب لي انه يتم. يا رب كل اعمالي اللي انا بعملها وباخد باسباب التوفيق فيها مرجع نجاحها او عدم نجاحها ليك انت يا رب. اللهم اني ارجع توفيقي في كل عمل اليك انت يا رب وليس للاسباب، لكني اخذ بالاسباب، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اعقلها وتوكل، باخذ اسباب لحسن التوكل على الله، لكن انت يا رب مسبب الاسباب وانت قول الجمله دي او استحضر الكلام ده في قلبك بعد ما تقول ايه ان كل اعمالي لله، سواء كل فلوس اي جنيه بصرفه على ابني على زوجتي لله، كل اعمالي لله، عشان تطهر قلبك كل يوم من الشرك الخفي وتخلي عندك حسن التوكل. لعل هذا الكلام او استحضار هذه النيه كل يوم في الصبح يكون سببا لوصولنا او دخولنا الفردوس الاعلى بغير سابقه حساب، او نحن نخش ندخل الجنه بغير سابقه حساب، نكون من الذين يدخلون الجنه. فيا ريت كل واحد يستحضر الكلام ده كل يوم الصبح مع اذكار الصباح والمساء كل ما تفتكر، عشان نطهر قلبنا من الشرك الخفي الذي هو اخفى من دبيب النمل، والرسول صلى الله عليه وسلم خايف عليه مننا، خايف علينا منه اكتر من فتنه المسيح الدجال، كلنا نقع في ذلك، عشان يبقى اعمالنا كلها فيها حسن توكل على الله، ما فيهاش شبهه اعتماد على الاسباب، وده نوع من انواع الشرك الخفي لانها بنشرك الاسباب مع المسبب. هحاول اكتب لكم الكلام ده في الوصف، نسخ هذا الكلام، اقول قبل هذا واستغفر الله لي ولكم.